كتشوف اللعابه اللي ما كاينينش بيان سور كو سفيان يقدر يكون عنده شانس بالحق. علاش ما كتهضرليش على مراد باطنا؟ علاش ما كتهضرليش على دوت جوار اللي تاهما يستاهلوا اللي تاهما في مستوى؟ سي جي ريان كونتر سفيان بحال اللي باغي الناس يقولوا ها ما كاينش سفيان. بالعكس سفيان سان جوار كو جادور رحمي كو جي توجور ايمي كان ايتو راجا الى بورتي الراجا سور سي زيبول وجا ليا ما كاين مشكل بحال كاين اون كونكورونس اجوردي في ليكيب ناسيونال. سفيان كي جاوب في التيران تاهو كي ماركي في البطوله ديالو بالحق جي دي شوا فيه رحيمي ولا لا ماي. اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجيو غا فالوغ فيغ بوكو بوكو بلوس مالوغوزمون باسكو جايين اونكور دي تخي بون جوار ولا كونكورونس يبغي انه يشارك في هذه المنافسه الكبيره. احترم مدرب الفريق الوطني يعني اول واحد على النداء وشجع المنتخب الوطني لانه منتخب بلادي. مباشرة بعد إقصاء المنتخب الوطني المغربي من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج، تداولت العديد من الأسماء وتم الترشيح ديالها باش تحمل القميص الوطني في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا بعد الإخفاق اللي تعرض ليه أسود الأطلس في الكان. في مقدمة هذه الأسماء سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، لاعب للعديد من الناس والصحافة المغربية كطالب به بالاسم بحكم الأداء الكبير اللي كيقدمه في الديار الخليجية، بحيث تمكن في كل مرة من خطف الأضواء من خلال تحقيق أرقام مميزة وأداءات كبيرة. وفي الآونة الأخيرة خرجت أخبار باللي وليد الركراكي تواصل مع هذا اللاعب باش يكون مع المنتخب المغربي في المباريات القادمة. شنو هي صحة هذه الأخبار؟ وشنو هي أرقام وإحصائية سفيان رحيمي هذا الموسم؟ والسؤال الأهم، واش رحيمي غيكون مع المنتخب الوطني في التوقف الدولي القادم إن شاء الله؟ هذا الشيء كامل وأكثر غنشوفوه في هذا الفيديو. حاليا وفي هذا الموسم سفيان رحيمي كيقدم مستويات ممتازة في الدوري الإماراتي، وماشي غير في هذا الموسم فقط، طيلة المواسم اللي لعبها مع نادي العين كان ديما كيقدم هذه المستويات. ولكن بالرغم من هذا الشيء شفناه مرات عديدة ما كيتمش استدعائه للمنتخب الوطني المغربي، لدرجة أن الإعلام وحتى الجمهور المتتبع كذلك كانوا كيطالبوا بضرورة تواجد لاعب بحال سفيان رحيمي في تشكيل المنتخب من أيام المدرب وحيد خليل وزيتش. مطالبات اللي كانت كتكبر نهار على نهار توصلت لعند المدرب وليد الركراكي، واللي كاينين ناس حاليا كيقولوا بلي سبب عدم استدعاء سفيان رحيمي لحد انا المنتخب هو ان وليد الركراكي عنده بعض المشاكل الشخصيه مع هذا اللاعب، او بسبب الانتماء ديالو بحكم ان رحيمي كان لاعب للرجاء سابقا ووليد كان مدرب للوداد قبل ما يستلم زمام الماموريه في الاداره الفنيه لاسود الاطلس. بطبيعه الحال هذا كيبقى كلام الناس والصحف، واللي ظاهر لينا ومتاكدين منه هو انه لا اللاعب ولا المدرب عندهم احترام كبير لبعضياتهم، وهادشي شفناه في العديد من التصريحات سواء لا من طرف وليد الركراكي ولا من طرف سفيان رحيم. وطبعا بحال الحساسيات الشخصيه او المؤامرات كيف ما كيسميهم البعض ما خاصهمش يكونوا في المنتخب المغربي، حيث بطبيعه الحال المدرب كينادي على اكثر اللاعبين جاهزيه باش يفيدوا المنظومه ويلعبوا من اجل القميص الوطني. ما نظنش انه ما يناديش على اسم او لاعب فقط حيت كان كيلعب مع فريق معين او شيء من هذا القبيل غير باش نسدوا هذا القوس، حيت بزاف ديال الناس كتروج هذه الافكار اللي صعيب بزاف تكون على ارض الواقع. على اي نشوفوا شويه ناحيه سفيان رحيم، حاليا هذا اللاعب كيقدم مستويات مبهره، لاعب مجتهد سريع كيجيد المراوغه وعنده كذلك تجربه افريقيه كبيره سواء مع المنتخب الوطني المحلي او مع فريقه السابق نادي الرجاء البيضاوي. هذا الموسم غادي في خطى ثابته رفقه نادي العين باش يسترجع الصداره من نادي الوصل، وكذلك وصل نصف نهائي كاس الامارات. ارقام هذا الموسم جد ممتازه، لعب 21 مباراه لحد الان، اخرها كانت ضد نادي اتحاد كلباء في نصف نهائي الكاس واللي سجل فيها هدف الفوز لنادي العين، وباش يزيد رصيده من الاهداف في هذا الموسم لتسعود ديال الاهداف ويعزز عدد المساهمات ديالو 19 مساهمه في جميع المسابقات، رقم ممتاز جدا كلاعب جناح. 19 مساهمه في 21 مباراه منقسمه لتسعود ديال الاهداف و10 ديال التمريرات حاسمه، وهذه هي اهم ميزه كيمتاز بها سفيان رحيم اللي كتخليه بروفايل ما كاينش بحاله حاليا، هو انه لاعب جناح ولكن عنده حس تهديفي كبير، وهذا الشيء تماما اللي كيفتقده المنتخب المغربي. لاعب جناح هداف، بحيث اذا لقينا نظره على احصائيات جميع اللاعبين الاجنحه اللي كانوا مع المنتخب في كاس افريقيا حتى واحد ما متفوق من ناحيه الارقام على سفيان، بغض النظر على ان هذه المقارنه ماشي في محلها حيت بطبيعه الحال الدوريات الاوروبيه كتختلف تماما على الدوري الاماراتي. المنافسه والتنافسيه اللي كاينه في اوروبا وجوده اللاعبين ومستويات الفرق في القاره العجوز مستوى اخر مقارنه مع الدوريات الخليجيه، ولكن احنا في هذه المقارنه غنغضوا النظر على هذه الجزئيه. رحيمي قلنا ساهم في 19 هدف في 21 مباراة، عبد الصمد الزلزولي ساهم ب 5 ديال الأهداف فقط في 31 مباراة، حكيم زياش
لاعب نادي غلطة صارج ساهم بتسعودي الأهداف في 18 مباراة. أمين عدلي لاعب نادي باير ليفركوزن لعب 27 مقابل ساهم 14 هدف فيها. أما سفيان بوفال لعب فقط 5 ديال المباريات هذا الموسم وبدون مساهمة. كان لاحظوا تفوق كبير سفيان رحيمي من هذه الناحية، ولكن كيف ما قلت سابقا هذه المقارنة ماشي في محلها بسبب المستوى اللي في أوروبا والمستوى اللي في الدوريات الخليجية بصفة عامة. وهذه هي النقطة اللي كتعطيني امتياز لهذ اللاعبين على سفيان رحيم، وهي نقطة مهمة عند وليد الكرافي فاش كيحدد الأسماء اللي كتكون في لائحة المنتخب المغربي. وليد كيفضل اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا على اللاعبين اللي كيلعبوا في دوريات أخرى، وهادشي صحيح تماما. ولكن سفيان رحيمي حتى هو عنده امتياز ما عنده حتى شي اسم لهادو كاملين، هو الخبرة الإفريقية الكبيرة وعارف خبايا المباريات في هاد القارة، وكذلك أسلوب اللاعب ديالو مناسب تماما للمباريات اللي كتكون مغلقة وبمهارة فردية قدر يصنع الفارق. ومباريات هذا الموسم مع نادي العين كتشهد على هادشي، أغلب المقابلات كيساليها بتنقيط عالي خصوصا في مباريات دوري أبطال آسيا، وحاليا بعد 21 مباراة لعبها إجمالي التنقيط ديال سفيان رحيمي في المباريات حسب موقع سوفا سكور هو 7.86، معدل جد ممتاز بالنسبة لهذا اللاعب اللي صراحة يستاهل يلعب في دوري أفضل وأحسن من الدوري الإماراتي. ولكن لحد الساعة ومحدو كيلعب مع العين، فكيف ما قال وليد الركراكي خصو يعطي أكثر من هادشي باش يجي المنتخب، حيت المكان داخل تشكيلة المنتخب ولا عليه تنافس كبير خصوصا مركز الجناح الأيسر. وأكيد المدرب وليد غيختار اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا على اللاعبين اللي كيلعبوا في دوريات خليجية أو الدوري المحلي، وهذا هو السبب اللي كيخلي وليد ميستدعيش رحيمي للمنتخب. ولكن مؤخرا وبعد ما خرج المنتخب المغربي من كأس إفريقيا تداولات العديد من الأسماء باش تحمل قميص أسود الأطلس في الاستحقاقات القادمة بحول الله، وأكثر اسم تم ذكره هو بطبيعة الحال سفيان رحيمي اللي خرجت بعض الإشاعات كتقول أن المدرب وليد الركراكي تواصل معه شخصيا وخبره باللي غيكون في لائحة المنتخب في المباريات القادمة، ولكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وبطبيعة الحال الشيء ما كيعنيش أن سفيان ما غيكونش مع المنتخب مستقبلا، ولكن بالنسبة لي شخصيا هذه هي أحسن فرصة فين يقدر وليد الركراكي يجرب أكبر عدد من اللاعبين سواء سفيان رحيمي أو أسماء آخرين، ويستفد من الأخطاء اللي قام بها في الفترة اللي كان كيستعد فيها لكأس أفريقيا 2023 بالكوت ديفوار. صراحة سفيان رحيمي كيستحق فرصة مع المنتخب نظرا للأداء الكبير في الدوري الإماراتي والأرقام والإحصائيات اللي محققها هذا الموسم، نقدر نشوفه مستقبلا في المنتخب وعلاش لا يكون ضمن لائحة أسود الأطلس في الشهر القادم، خصوصا مع إمكانية غياب كل من سفيان بوفال وحكيم زياش بسبب الإصابة اللي تعرضوا لها في مباريات الكأس الإفريقية. من الواضح أن المنظومة الهجومية للمنتخب المغربي خاصها تغيير سواء لا من ناحية الأسماء أو من ناحية التكتيكية، تغييرات ضرورية غيقوم بها المدرب وليد الركراكي مستقبلا. وسفيان رحيمي اسم مطلوب بقوة من أجل التواجد مع المنتخب، لاعب مجتهد وعنده إمكانيات كبيرة غتفيد المنتخب المغربي، وبطبيعة الحال هذا الأخير محتاج بحال هذا الأسماء، بروفايل فريد ما كاينش بحاله في المنتخب، يقدر يكون واحد من الحلول اللي تعاون المنتخب المغربي باش يحقق المبتغى ديالو. ولكن الأمر كامل في يد وليد الركراكي، هذا الأخير مطالب بشكل كبير باش يصلح الأمور في أقرب وقت، وغيولي عليه ضغط كبير عكس الشيء اللي كان قبل الإخفاق الإفريقي. قبل الجمهور المغربي عنده ثقة كاملة في المدرب، حاليا كاينة شكوك كبيرة حول وليد، كنتمناو إن شاء الله الأمور تحسن. الركراكي عنده وقت ضيق باش يحس الصورة اللي طار عليها الفريق الوطني في ساحل العاج، ويبني فريق باش يكون مستعد لكأس أفريقيا سنة 2025 اللي غتنظم في المغرب. شنو هو الرأي ديالكم؟ واش سفيان يستحق فرصة مع المنتخب أولا لا؟ وإلا تم المنالات عليه واش غيقدم الأداء اللي مطلوب منه؟ أم أن التجربة ديالو غتكون بحال عبد الرزاق حمد الله؟ بغيت نشوف آراءكم في التعاليق.